بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: معارك ضارية في القصير والجيش الحر يصد هجمات متتالية لحزب الله. الائتلاف الوطني يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوضع في محافظات حمص. ويليام هيغ يقول: الأزمة السورية بدأت تهدد الأمن الإقليمي برمته والأسد لن ينتصر عسكريا. تواصلت المعارك العنيفة بين الثوار وكتائب الأسد بمساعدة مسلحي حزب الله في مدينة القصير السورية، وأعلن الجيش الحر عن دخول مجموعات إلى المدينة لفك الحصار المفروض عليها والمساعدة في التصدي للحملة العسكرية الشرسة. أما التطور الجديد في المواجهات فهو إعلان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن إيرانيين من الحرس الثوري يقاتلون إلى جانب حزب الله. هكذا أرادها الجيش السوري النظامي حربا مفتوحة لحماية مقام نظام الأسد. إنها القصير، المدينة الاستراتيجية التي تشكل صلة وصل أساسية بين دمشق والساحل السوري وخط إمداد رئيسيا لقربها من الحدود اللبنانية. دمار شامل بعدما جددت كتائب الأسد ومسلحون من حزب الله محاولة اقتحام المدينة لشن هجوم جديد، ولكن من دون جدوى. هذا الفشل دفع بحزب الله لاستقدام المزيد من عناصره إلى القصير ليزجهم في أتون المعارك الدائرة. الجيش الحر تصدى للغزاة خصوصا بعد وصول مجموعات من مقاتليه إلى قلب المدينة للمساعدة في فك الحصار والتصدي للحملة العسكرية التي تشنه قوات النظام بإسناد من حزب الله. الثوار أكدوا أن النظام يسيطر فقط على 15%، وبعكس ما يزعمه التلفزيون الرسمي، في وقت كشف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية أن إيرانيين يقاتلون إلى جانب حزب الله الذي تكبد المزيد من القتلى. ونصرة للمدينة الصامدة، طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري بالإنابة جورج صبرا كل الكتائب السورية المعارضة بإرسال المقاتلين والسلاح للقصير وحمص حالا، داعيا في الوقت ذاته العالم إلى التحرك لمواجهة غزو سوريا من قبل إيران وحزب الله. ولأشقائنا اللبنانيين نقول: النظام السوري وحزب الله ونظام الملال في إيران يكذبون حين يقولون إنهم يدافعون عن إخوتنا الشيعة السوريين، وإن مقام السيدة زينب معرض للخطر، فهذا مقام موجود في سوريا منذ أكثر من 1300 عام. أيها اللبنانيون، إن سلاح حزب الله تحول إلى سلاح ميليشياوي، وصارت بنادقه طائفية مأجورة لقتل النساء والأطفال. وأهاب صبرا بالدولة اللبنانية أن تعمل على احترام سيادة الدولة السورية وحرمة حدودها حتى يستمر السوريون باحترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه. وللمزيد ينضم إلينا عبر السكايب الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبدالله. هادي، أهلا بك معنا. على الرغم من أنه معارك القصير استحوذت على الاهتمام الإعلامي في الفترات الأخيرة، إلا أن ما يجري في حمص أيضا لا يستهان به إن كان من الناحية العسكرية أو الإنسانية. ضعنا في صورة الوضع في حمص. نعم، السلام عليكم. حقيقة هناك عدة مناطق مشتعلة اليوم في محافظة حمص. هناك قصف عنيف لطيران الحرب المقاتل على مناطق تلبيسي والغنطو، مما أدى لسقوط نحو 3 شهداء على الأقل وعدد كبير من الجرحى، وإلى احتراق العشرات الدنومات من البساتين الزراعية لا سيما في بلدة الغنطو نتيجة قصف هذه المنطقة بقنابل عنقودية أدت إلى اشتعال حرائق ضخمة. أيضا حي الوعر سقط فيه 3 شهداء على الأقل وعدد كبير من الجرحى نتيجة قصف النظام على هذا الحي المكتظ بالسكان براجمات الصواريخ وبقذائف الهاون. لكن على الرغم من هذا القصف في الريف الشمالي وفي الوعر، تبقى المنطقة الأكثر سخونة هي القصير في الريف الجنوبي. الاشتباكات لا تكاد تهدأ أبدا بين الثوار وبين عناصر حزب الله اللبناني وعناصر الأسد. يحاول عناصر الحزب أن يقتحموا هذه المدينة مرارا وتكرارا، حاولوا ليلة أمس وفجر هذا اليوم أن يدخلوا إلى المدينة من الجهتين الشرقية والجنوبية. استطاع الثوار إفشال محاولة الاقتحام، وتأكدنا من
المقتل نحو 55 عنصر، 40 من حزب الله و15 عنصر من قوات الأسد خلال ليلة أمس واليوم. واستطاع الثوار أن يغتنموا عربة بي إم بي بما فيها من ذخائر، وأن يغتنموا مجموعة جيدة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قذائف أر بي جي وأسلحة الروسي بالإضافة إلى بعض الذخائر. وحصلوا بنفس الوقت على بعض الأدلة التي تثبت وجود عناصر حزب الله من خلال خرائط وأسماء وبعض الكتيبات التي تدعو أبناء حزب الله أو مقاتلي حزب الله إلى القتال في أرض سوريا باعتبارها أرض جهاد، وبالإضافة إلى بعض الأشياء التي قمنا بتصويرها وعرضناها على الإعلام. بعدها قام الطيران الحربي بعد أن فشلت محاولة الاقتحام بقصف القصير بعدة غارات جوية أدت لسقوط 4 شهداء على الأقل، بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 20 جريح. نعم، طيب هادي، ماذا عن وضع الناس في مدينة حمص خصوصا؟ يعني كيف يمكنهم أن يتعايشوا مع الظروف الصعبة التي يعانون منها؟ الأهالي في حمص عموما وفي القصير خصوصا محاصرين بشكل كامل، لا يمكن لأي أحد أن يخرج، لا سكان حمص القديمة بإمكانهم أن ينزحوا، ولا سكان الوعر، ولا حتى سكان القصير، لا يمكن لهؤلاء أن يخرجوا خارج المدينة بسبب الطوق المفروض، سواء كان من عناصر حزب الله اللبناني أو من قبل قوات الأسد. كلما حاولت مجموعة من العوائل أن تنزح تقوم عناصر الحزب بإطلاق النار عليها، مما يؤدي لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. يوم أمس صباحا تم اختطاف 4 عوائل من قبل الحزب بما فيهم من نساء وأطفال، ولا نملك عنهم عن مصيرهم أي معلومة حتى هذه اللحظة. هؤلاء يعيشون الآن في أقبية تحت الأرض لعلها تقيهم ولو قليلا من جحيم القصف. المياه مقطوعة عن أغلب مناطق حمص، لا سيما صيب بعد سيطرة الحزب على مصفات المياه وعلى محطة مياه عين التنور. الكهرباء مقطوعة منذ 4 شهور تقريبا، الاتصالات مقطوعة، حياة أشبه ما تكون بالجحيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شكرا لك هادي العبدالله الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص. بثت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات لعناصر حزب الله خلال المعارك في القصير تظهر الإرباك والخسائر التي منيوا بها في العديد والعتاد. إذن معركة القصير تتعاظم وحزب الله مصمم على إسقاطها على الرغم من فداحة خسائره، فهل يتمكن من تحقيق ذلك؟ وهل هذا الإسقاط يغير المعادلة؟ تقرير منير الربيع.
يستمر حزب الله بتشييع قتلاه الذين سقطوا في معركة القصير في ريف حمص، وقد شيع الحزب مجموعة جديدة من القتلى توزعت على مناطق الجنوب والبقاع وجبيل والضاحية. خسائر فادحة تكبدها الحزب وقوات الأسد منذ الاجتياح ما أعاق طريق تقدمه، فما هي حقيقة الوضع الميداني في ظل المعلومات المتضاربة؟ الوضع الحالي هو عملية ستاتيكو، يعني كر وفر، قد يكون تمركز في بعض النقاط ثم ينسحبون ثم يتقدم الآخر وينسحبون وهلم جرى. هذا الواقع العسكري لن يستمر طويلا، وإذا استمر طويلا فهو يعتبر متوازيا بين الفريقين. يعني أنا تحديدا أقول أنه لم يتمكنوا جيش النظام والحلفاء في تحقيق أي انتصار داخل مدينة القصير. يعني عملية ما يروج له أن جيش النظام انتصر في القصير هذا خطأ، لم ينتصر على الرغم دعم الطيران والقصف الصاروخي والتمهيد المدفعي الذي حصل. معركة القصير بنظر نظام الأسد وحزب الله هي المعركة الأم، ويعول على الانتصار فيها بهدف ربط الساحل السوري بمدينة دمشق عبر حمص، من جهة، ولقطع متنفس الثوار من جهة أخرى. فهل الانتصار في القصير سيغير المعادلة؟ لن تغير أي شيء جوهري في العملية، الحرب مستمرة إلى أن يأتي الحل السياسي المعروف، ولا على هذا على مستوى الدول الكبرى. يعني الحل في سوريا ليس مرهونا بقوات النظام وجيش الحر او وجيش وقوات التحالف الذي ياتيه للنظام من ايران والعراق وجيش وقوات حزب الله. لن تغير المعادله في حال سيطر اي من الفريقين. لقد استمر جيش الحر في احتلال القصير منذ سنه ولم تتغير المعادلة، لذلك أي تحرير أو أي محاولة لإعادة الكرة على القصير لن تؤدي إلا إلى تكبيد خسائر إضافية في جيش النظام وقوات حزب الله مع الأسف هذا الواقع. على الرغم من الهجمات المتتالية لا تزال القصير صامدة، والسؤال المطروح في حال تمكن حزب الله من إسقاط المدينة هل يستطيع البقاء فيها؟ وهل يستطيع التقدم في المناطق السورية الأخرى وسط إمكانية اتساع دائرة المواجهات والخسائر؟ وكيف سيبرر لقاعدته كل هذا النزف؟ نشرة سوريا اليوم مستمرة، وفيها بعد الفاصل اشتباكات عنيفة جدا في المناطق الجنوبية للعاصمة دمشق. أهلا بكم من جديد. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سقوط 47 قتيلا في محافظات سورية عدة، معظمهم في دمشق وريفها، فيما يستمر القصف على مدن دمشق والرقة ودرعا وحلب وسط اشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد على عدة محاور. تطورات ميدانية متتالية تشهدها المدن السورية. هنا في دمشق دمر مقاتلو الجيش الحر 3 حواجز لقوات النظام على طريق أوتوستراد دمشق حمص المحاذي لمدينة حرستا، فيما قصف الطيران الحربي المنطقة الصناعية بحي القابون في العاصمة السورية، وتعرض حياء جوبر وبرزي وأحياء دمشق الجنوبية لقصف عنيف. الله. تزامنا تعرضت أحياء حرستا وعربين وبعض مناطق الغوضة الشرقية في الريف الدمشقي للقصف، فيما انفجرت سيارة مفخخة في بلدة سبينة مما أدى إلى انهيار عدد من المباني. الله أكبر. القصف العنيف على مدينة معظمية الشام من أحد معاقل الفرقة الرابعة، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا ودارت اشتباكات في حي برزي ومخيم اليرموك بالإضافة إلى طريق المتحلق الجنوبي بدمشق. الله أكبر. وفي ريف درعا قالت شبكة شام إن الجيش الحر سيطر على المخفر 27 الحدودي مع الأردن، وأضافت أن اشتباكات عنيفة تدور على الحدود السورية الأردنية في ريف درعا. أتحداك يا بشار الأسد وأنا على بعد 150 متر عن كلابك، أنت في دباباتك وأنا في رشاشي. من جهة أخرى قصفت قوات النظام مدينتي فاس والحراك والغارية الشرقية بريف درعا، كما قال الجيش الحر إنه ما زال يحاصر اللواء 52 التابع للنظام. وفي ريف حما شنت قوات الجيش النظامي السوري قصفا متنوعا على عدة مناطق، ونالت قرية عقرب نصيبا وافرا من القذائف التي استهدفت منازل السكان الذين اضطروا لحمل أبنائهم والاحتماء بالمغارات في وضع صعب للغاية، فيما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قوى جبل شحشبو في ريف حما.
ورصدت شبكة شام اشتباكات في حلب في أحياء الصخور والخالدية والشيخ سعد وفي محيط مبنى المخابرات الجوية بجمعية الزهراء بين الجيش الحر وقوات النظام. وذكرت الشبكة أن قصفاً بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ استهدف معظم أحياء دير الزور، في حين شهدت محافظة الرقة اشتباكات بين الجيش الحر وكتائب الأسد في محيط الفرقة 17 شمال المدينة ومطار الطبقة العسكري. ريف إدلب أيضاً كان مسرحاً للطيران الحربي الذي قصف بلدة النيرب بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة داخل معسكر الشبيبة بين الجيش الحر وكتائب الأسد. وفي التحركات مؤتمر دولي في الأردن على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأزمة السورية، ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ يؤكد أن الأزمة السورية بدأت تهدد الأمن الإقليمي وأن النظام السوري لا يستطيع الانتصار عسكريا. سنعمل على جمع المعارضة والنظام للتوصل إلى حل سلمي في سوريا، والعنف البشع هناك يهدد أمن المنطقة ولا بد من حكومة انتقالية، هو موقف لوزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة قبيل انعقاد مؤتمر دولي ينظمه الأردن على مستوى وزراء الخارجية ويشارك فيه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. وإذ أكد سعي بلاده إلى رفع حظر السلاح عن المعارضة السورية، أشار هيغ إلى أن النظام السوري في وضع حرج، ولذلك فإنه يعتمد بشكل متزايد على دعم حزب الله وإيران للبقاء في السلطة، وهو ما يعكس سعي لندن إلى إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية. كما عبر عن دعم بريطانيا للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لإيواء اللاجئين من خلال مساعدات قدمت إلى الجيش. من ناحيته دعا جودة المعارضة السورية لتوحيد موقفها وصفها، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية، مشيرا إلى أنه لم ولن تغلق الحدود الأردنية أمام اللاجئين السوريين. إلى ذلك يشارك بعض أطياف المعارضة السورية في مؤتمر عمان حسب ما كشفت مصادر أردنية، حيث سيتم البحث في التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف والأطراف التي ستشارك فيه، وهي قضية لا تزال تثير خلافا على ما يبدو بين روسيا الراغبة في مشاركة إيران وبين دول ترفض هذه المشاركة. وإذ أبدت المعارضة استعدادها للحوار مع بعض أطراف النظام في اجتماع مدريد، إلا أنها أبقت على تمسكها برحيل الأسد، فيما ذكر مصدر أوروبي أن روسيا طلبت تغيير أسماء المشاركين في وفد النظام لتضم أسماء 15 شخصية من بينها مستشارة الرئيس بوثينة شعبان ووزير الخارجية وليد المعلم. وكان النظام السوري قد رشح وفدا يمثله 5 أعضاء على رأسهم رئيس الوزراء وائل الحلقي ونائبه قدري جميل، على خط موازن وفي سبيل الضغط على النظام كي لا يحمل شروطه إلى جنيف 2. وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية أعضائها على مشروع قرار يسمح بتوريد الأسلحة للمعارضة السورية. وقال السيناتور روبرت مينينديس: لقد حان الوقت للتصرف وترجيح كفة المعارضة. وتابعوا في النشرة بعد الفاصل. بشار الأسد ضمن قائمة صيادي حرية الصحافة. صحف اليوم تناولت خطة عمل من المقرر أن تعرضها تركيا على الدول المعنية بالملف السوري، وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر جنيف 2. كما كشفت صحف أخرى عن تحضيرات تجري في صفوف حزب الله لهجوم ثان على بلدة القصير خلال ساعات يوازي بقوته وكثافته الهجوم الأول. نشرت صحيفة صباح التركية المقربة من الحكومة خطة عمل من المقرر أن تعرضها تركيا على الدول المعنية بالملف السوري، وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر جنيف 2. وتتضمن الأفكار التركية إعلان الأسد تسليم صلاحياته كاملة لحكومة انتقالية يشكلها النظام أو المعارضة، ومقابل ذلك يسمح للأسد بالبقاء في سوريا والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وملخص المقترحات التركية التي تسربت
حدثت بعد زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان لواشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما. أولا، إعلان الأسد أنه سيسلم صلاحياته كاملة لحكومة انتقالية مشتركة من النظام والمعارضة مقابل بقائه في البلاد سواء في القصر الرئاسي أو كمواطن عادي، والسماح له بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. ثانيا، الائتلاف الوطني هو من سيمثل المعارضة في مؤتمر جنيف، ويمكن العمل على توسيع الائتلاف حتى ذلك الحين. ثالثا، يمكن أن تشارك في المؤتمر لجنة المصالحة الوطنية السورية نيابة عن النظام، مع التأكيد على رفض مشاركة من تلطخت أيديهم بالدم في المؤتمر. رابعا، الحكومة الانتقالية تدير البلاد بصلاحيات كاملة لحين الإعداد للانتخابات العامة. خامسا، يجب وضع إطار زمني واضح لمفاوضات جنيف 2، ومن المفترض أن يناقش إردوغان هذه المقترحات خلال جولة تقوده إلى موسكو وطهران والدول العربية قريبا. كشف مصدر أمني لصحيفة الحياة أن الأردن تخشى تسلل خلايا مؤيدة للنظام السوري قد تعمل على إثارة الفوضى في عمان عشية انعقاد مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا، رافضا تأكيد أو نفي قرار غلق الحدود غير المشروعة مع سوريا. مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس أشارت لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن الدول الغربية تتمسك بعدة شروط حول سوريا، منها الاتفاق على إقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما فيها الإشراف على القوى الأمنية والعسكرية، وإبعاد الرئيس السوري بشار الأسد والجهات المباشرة المحيطة به خصوصا الأمنية عن العملية الانتقالية. نقلت صحيفة الرأي الكويتية عن القيادي الميداني في حزب الله أبو مصطفى أن التحضيرات تجري لهجوم ثان على بلدة القصير خلال ساعات يوازي بقوته وكثافته الهجوم الأول. وكشف أن قوات المعارضة التي تقاتل في القصير تكبدت 356 قتيلا، مشيرا إلى أن 50 مقاتلا من حزب الله استشهدوا في المعارك التي أسفرت عن مئات الجرحى من الطرفين، داعيا إلى ترقب نتائج الهجوم الثاني. قتل على يد قوات النظام منذ بداية الثورة السورية حتى اللحظة 162 عالميا موثقين بالاسم والصورة ومكان القتل، ومنظمة مراسلون بلا حدود تصنف بشار الأسد الأخطر على حرية الصحافة. سوريا الأخطر على الصحفيين والإعلاميين في العالم، يتعرضون للقمع في بلد صنف ضمن الدول العشر الأكثر قمعا للحريات على مدى سنوات، كما صنف بشار الأسد ضمن قائمة صيادي حرية الصحافة التي تصدرها منظمة مراسلون بلا حدود. أخطار كبيرة تواجه الصحفيين جراء الأعمال العسكرية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى الملاحقة الأمنية والاعتقال، حيث يفرض النظام العديد من القيود على العمل الإعلامي بكل أشكاله إلا عبر موافقة وزارة أعلام النظام التي تقف خلفها قوى أمنية تعطل عمل الإعلاميين. عمد النظام منذ البداية على إغلاق مكاتب العديد من القنوات الفضائية ووكالات الأنباء ما عدا المؤيدة لفكره وأقوال النظام، وملاحقة الصحفيين الأجانب الموجودين داخل البلد، وترحيل عدد كبير منهم، ومنع إعطاء تأشيرات دخول لصحفيين جدد. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت بالاسم والصورة مقتل 162 إعلامي على يد قوات النظام حتى اللحظة، بينهم 7 إعلاميين تم اعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت، كما أن من بينهم 3 نساء و10 إعلاميين أجانب. هذا وتنص القاعدة 34 من القانون العرفي للقانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة على وجوب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الإدارة الأمريكية ستزيد من دعمها للمعارضة إذا لم يتعاون الرئيس بشار الأسد، مشددا على أهمية الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة السورية بمشاركة كل مكونات الشعب السوري، ومعتبرا أن العنف بدأ ينتشر وبدأ يتدفق إلى مناطق أخرى. وفي الختام تذكير بالعناوين: معارك ضارية في القصير والجيش الحر يصد هجمات متتالية لحزب الله. الائتلاف الوطني يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الوضع في محافظة حمص. وويليام هيج يقول الأزمة السورية بدأت تحدد الأمن الإقليمي برمته والأسد لن ينتصر عسكريا. وفي الختام نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.